25، النهاردة طبعاً بتوصل بتعدي 30، في بعض الأصناف بتوصل الجرعة الواحدة إلى أكثر من 70,000. فإحنا فعلاً اختيارنا لمصنع أورام فعلاً ده أمن قومي وبعد اجتماعي، والأدوية اللي الدراسة المبدئية اتعملت عليها فعلاً موثقوا في إن إحنا نختار حوالي 103 صنف بيمثلوا مجموعة علاجية تغطي كثير من أنواع الأورام زي أورام الثدي والمسامة والمخ وأورام كتيرة جدا. طبعا كل ده تحت إشراف اللجنة الفنية للأورام، وبنشكر الدكتور محمد الطايف والدكتور مصطفى والزملاء الفاكسيرة اللي قاموا بهذا العمل. فعلا اختاروا مجموعة علاجية هتشمل أمبول وأقراص حوالي 64 صنف أمبول و 39 أقراص، ودول فعلا هيوصلوا الجرعة للمريض لحوالي مش حتين 500 جنيه. فطبعا ده هيبقى فرق جامد جدا للصالح العام، الى جانب طبعا نقل التكنولوجيا والنو هاو، وهنجهز كوادر جديده لهذه الصناعه المهمه. الحاجه الثانيه برضه اسمحوا لي ان انا اشكر يعني انا شخصيا والجميع العاملين في شركه فاكسيرا بجد. دكتور احمد بنوجه لحضرتك شكر خاص كعاملين في فاكسيرا، لان حضرتك اول وزير صحه تتبنى ملف فاكسيرا الثقيل وبجرأة شديدة جدا وبتحدي وبإصرار. ومش هنسى كلمة حضرتك امبارح، قلت لي ان احنا زي ما نكون في ماتش احنا نرفع الكورة وانت تشوتي، فيعني معناه لحضرتك يعني حضرتك متبني ملف فاكسيرا، وعارفة ان هو ملف شائك جدا، وزي ما حضرتك قلت ان فعلا كل العاملين في فاكسيرا عندهم انتماء شديد لهذا المكان. ويعني فاكسيرا دي فندم بتمثل قلعه من قلاع الطب في مصر، لان هي منشاه من 1881 ومنذ انشائها وهي متميزه بالادويه الحساسه والحيويه واليونيك اللي هي مالهاش زي. فاحنا كلنا باسم جميع العاملين بشكر حضرتك، وبنشكر اللواء العصار والفريق كله بتاع الانتاج الحربي. ونفسي يا باشمهندس حسن بدل ما نقص شريط واحد نقص شريطين، اللي هو مصنع السنجاب ومصنع الاورام، وان شاء الله كل مشاريعنا تبقى دام في ايد حضرتك، هي في ايد امين.